What is the force on an electron that has a velocity equal to مديني 3 components meter per second when it is in a region with a magnetic field given by مديني 3 components للmagnetic field. الفورس بتساوي ال Q في ال V كروس ال B. نعملها بالماتريكس 1.6 10 سالب 19 ده الإلكترون I J K 2 10 أس 6 ماينس 3 10 أس 6 و 2 في 10 أس 6 الستة مع السالب 19 سالب 13 ونضرب الأرقام اللي باقية يساب عندنا الاي نلغي العمود والصف يبقى 2.4 ماينس 2.2 في 1.6 يديني ماينس 3.2 في 10 أس سالب 13 اي الجي هنا في ماينس يبقى 1.6 ماينس ماينس يعني بلس 0.4 في تاني ماينس 1.6 وبعدين ماينس فماينس يبقى بلس 0.4 الكلام ده في 1.6 يبقى ماينس 1.92 في 10 أس سالب 13 ماينس لأن هنا في ماينس وكان طالع لي ماينس في الأصل وفي ماينس بره 3 ماينس بعدين نشوف ال K 2.2 ماينس في ماينس في ماينس يعني ماينس 0.6 يبقى رقم هضربه في ماينس 1.6 أو نقول 1.6 وحاطين ماينس إحنا يبقى ماينس 2.56 10 سالب 13 K والكل نيوتن.